اخبارك ايه؟ تتعرف طبعا انا بحب جدا اسم عمر، هو بسيط جدا هو ان انا اسم عمر. هو المميز في فكره الانتربرينورشيب او رياده الاعمال بشكل عام ان احنا عندنا في البلدان العربيه عندنا نسبه شباب كبيره جدا عندهم افكار رائعه، تمام، وفي نفس الوقت عندنا نسبه بطاله، فمهم جدا ما يبقاش الاعتماد الشباب الرئيسي على فكره ان انا اطلع عشان الاقي وظيفه ثابته واشتغل فيها على طول. ممكن يكون عندي فكره ان انا ابدا اعمل البيزنس بتاعي او الشغل الخاص بتاعنا وبناء على فكره ممكن يكون المجتمع محتاجها، في نفس الوقت لو دي نجحت فانا ابقى وفرت لنفسي عمل، غالبا مصدر دخل كويس جدا، واسمح لناس تانية انها تشتغل معايا، فانا اوفر فرص عمل بدل ما انا كنت بدور في البدايه على فرصه عمل ليا انا نفسي. في تقديري الشخصي وممكن ابدا من الـ من الـ من المغرب لانه اعرف الوضعيه، انه الشباب العربي تنقصهم القدرات الفكريه والثقافيه اللي مرتبطه بالعمل السياسي، وما فيش مودلز يعني ما فيش يعني نماذج انه الشباب العربي انه ياخذ منها ويستلهم منها ويشوف انه تعمل امباكت على السياسه العربيه او العمل السياسي في البلدان العربيه. مثلا اعلان على الفيسبوك واللي دلوقتي بيتيح لك فرصه انك توصل فعلا للشخص اللي انت عاوزه، سواء مثلا بالنسبه للسن، بالنسبه للمستوى التعليمي، بالنسبه للاهتمامات، وده بيوصلك لعدد كبير جدا من الناس وقد يكون بتكلفه اقل بكتير من الوسائل التقليديه اللي احنا كنا بنعملها في الدعايه. فبالنسبه لي ده جزء ما اقدرش استغنى عنه. في نفس الوقت هو جزء مهم جدا في انك تقدر تكوميونيكيت او تتواصل مع الجمهور بتاعك، تعرف اراءه في اللي انت بتعمله، ودايما يبقى متابع لاخبارك وعارف ايه اللي انت بتحاول تقدمه له. احنا كمان في المشروع يعني السوشيال ميديا يعني كان له تاثير كبير يعني على المشروع، و في الابلكيشن في الابلكيشن الاستقبال طلبات المشاركه في البرنامج. انا شايفه مهم جدا، يعني احنا في الاوضاع اللي احنا فيها دلوقتي وفي الاوضاع السياسيه اللي كلنا بنعيشها مهم جدا يكون في وعي سياسي وفي ممارسه سياسيه بتبدا من السن الصغير وبتبدا في المراحل على مستوى المحليات مثلا وتبدا تطلع، ده مهم جدا، مهم ان احنا نبدا نبني الاساسيات دي بحيث الوضع ده ما يستمرش كتير ولا يعني كوادر او قيادات سياسيه يعني كويسه جدا في المستقبل في القريب العاجل ان شاء الله. انا بحييك على هذا المشروع واتمنى انه يكون التاثير على في مصر ان شاء الله يكون تاثير قوي والشباب المصري يستفيدوا اكثر ويكونوا نماذج للبلدان العربيه الاخرى.